أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة قريش. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال يعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة المعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين من الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم راعون ويمنعون المعون. سورة كوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آتيناك الكوثر فصل لربك.